صرخة يا ابن داوود ارحمني رح بتكون عنوان لقائنا مع الأب جوزيف سويد مباشرة من عمان. أبونا صباح الخير. صباح النور، الله معكم يا قلبي. أهلا وسهلا كيفك فيك. إلي؟ الله معك، وإن شاء الله أكيد بدي أرجع أعزيك على الهواء إلي. شكرا. المسيح قام، وإن شاء الله بالحقيقة هالأيام اللي جاية أيام فيها كتير مجد. اليوم عم نشوف مجد مع الأعمى، يا ابن داود ارحمني، صرخة فيها كتير مجد. إن شاء الله بنصرخ نحن إلي، وأكيد الأسبوع الجاي عنا صرخة تانية هي هوشعنا لابني داود، هوشعنا أيها الرب خلص. فننتظر، خلينا نقول، ونبغي خلاص الرب. طيب أبونا، قبل ما نفوت بإنجيل اليوم اللي هو أيضا أحد الأعمى، عندي سؤال خاص بتسمح لي؟ طيب أنا يعني دايما لما بيصير في حالة وفاة بيقول ربنا اختار أنه يكون بهيدا النهار. أوكي، أنا أمي توفيت بثماني أدار، صار يقولوا لي انبسط أنه هي امرأة فاضلة إلى ما هنالك بيوم المرأة العالمي. وسيقبت أنه نهار الدفن سبت الماضي بالكنيسة الأرثوذكسية كان سبت الراقدين. منخدهم هودي ولا تعزية لنا أنه عن جد بيكونوا عبر، أو يعني مصير نتداولهم أنه انبسط أمك راحت بسبت الراقدين اللي الكنيسة احتفلت وبتروح بتزور المدافن وبتعمل قداسات وزياحات؟ هي أول شيء تعزية، هي تعزية يومية وتعزية بكل ثانية. الله بيعزي قلوبنا. هو الموت بحد ذاته هو رحمة، الموت بحد ذاته هو ولادي جديدة. يعني بتقلي إن كانت بثمانية أو بتسعة أو ليلة ستة أو خمسة، هي ما زبطت، ماتت بليلة عيد الأم أو بنهار عيد الأم أو بعيد العذراء. القصة منا هون إلي، كل الأيام هي للرب، الحياة كلها للرب، الوقت كله للرب، دقات قلبنا للرب. مشان هيك أكيد هيدولي تعزيات مهمة، ولكن خليني ضلني أقول للناس اللي ما بيموتوا بهذا النهار، تعال حتى أقول لهم اللي أنت عم بتقوله. بيقول لي أنا ماتت أمي ما كان في ولا عيد، يعني ما في تعزية. لا، أنا بدي أقول الأرض وملؤها، الوقت، الحياة، دقات القلب، كل شيء للرب. وهو وقت اللي بيختار إنسان يقول له خلص، بيجرب يختار أفضل مومنت، أفضل وقت لإله، بكون عن أودو استوى، وبكون عن جد خمرة طيبة لازم تنقطف بهيدا الموسم، بهيدا الوقت، بهيدا الساعة، بهيدا الثانية، لتنحط على مادة الأفراح. ولا معناتها بالحقيقة إذا بدي بلش صنف الأوقات، في كتير ناس ما رح يتعزوا إلي، وأنا من الأشخاص اللي بحب عزق قلوب الناس وقل لهم كل وقت هو وقت الرب، كل عمر هو عمر عم نعيشه تنتلاقى بالرب، كل مسيرة هي مسيرة تنتلاقى بالرب. ما بقى في وقت إله وقت مش إله. بس هيك حبيت أقول، ما بدي أطول على هالموضوع. أكيد هيدول تعزيات حلوة، ولكن للأشخاص اللي ماتت أماتهم أو بياتهم أو أصدقائهم أو أولادهم، مش بهيك أوقات عن جد مثل ما بيقولوا لها beautiful moment. يعني خليني أقول لهم كل وقت هو وقت الرب. أبونا، إنجيل اليوم لوين بيخدنا؟ شفاء الأعمى، اعترافه بيسوع ما كان بيعرفه، الخضة أو الثورة اللي صارت إنه كيف، واتهموه إنه هو دجال كذاب. إجا البعض قال لا، أب يعني ولد من بطن أمه أعمى. بمسحة بإيدين يسوع شفي وراح غسل وشاف ريفلكشن، مثل ما بتصورنا يعني مشاهد وخبرية الإنجيل، بلش يطلع بالناس عم بيقول لهم أنا عم شوف أنا عم شوف أنا عم شوف. نحن اليوم بحاجة لمسحة من إيدين يسوع على عيوننا، نحن اللي منقشع حتى يشيل العمى عن عيوننا ومن قلوبنا، ونفهم هالشخص اللي ما بعرف، يمكن حضرتكم يعني دارسين اللاهوت والشهادات، يعني بتفهموا يسوع كليا ولا بيضل في اشياء
بحكم خبرتك، بحكم ممارستك، بحكم قراءتك؟ جوابي بسيط لي لك. بعطيك مثل: الفريسيين والكتبة والأحبار والكهنة بهديك الوقت، ليش قال لهم يسوع أنتو قاضي عميان؟ بيقدر يكون في عنا كتير قاضي روحيين، ويمكن بالزمنيين حكام قد ما بدك، مفترض يكونوا مبصرين، مفترض يكونوا عن جد عم بيقشعوا، مفترض يكونوا عم بيعرفوا يقروا، مفترض يكونوا عم بيقروا بيوند الأحداث الموجودة، مفترض يكون عندهم تحليل، مفترض يكون عندهم منطق، يكون عندهم حكمة وحنكة، مفترض يكون عندهم ياهن. ومرات بيكون الغباء أكلهم، أو مصالحهم الشخصية أكلتهم، أو العمى أكلهم، ضارب العصب إذا بدك، شبكة العين فيك تكون مفتح وعم تطلع وتقول للعالم عم تقشع، بس أنت الشبكة مضروبة، فيكون عندك مي سودا، فيكون عندك مي زرقاء، فيكون عندك عمى بالألوان، عندك عمى بالقلب، عندك عمى بالنخاع. إلي نحن قدام يمكن علمتني الحياة إنه القصة منا بالعيون. وقت اللي يسوع قال لهم جئت إلى هذا العالم ليبصر الذين لا يبصرون ويعمى الذين يبصرون، كان خطير جدا هذا الكلام، لأنه في كتير ناس عن جهيتهم وكبريائهم خلتهم يدعوا إنه هن مبصرين وهن عارفين وين رايحين. فقال لهم يسوع: هل يمكن لأعمى إنه يقود قيادة أعمى؟ مش معقول. فإذا نحن قدام حقيقة مزلزلة، خليني أقول نعم، يسوع من بعد ما قضى وقت طويل بأريحة وهو يتجه إلى أورشليم، إلى المجد المزمع أنه يجي، إلى الساعة اللي كان نطرة، هو طالع خارج من أم الأريحة، بارتيما ابن بار ابن تيما مثل بار أبس ابن الآب، بار تيما الأعمى بعد ما نلته، بعد ما وصلت له آلية الخلاص، بعده مهمش، مع أنه قضى وقت بأريحة. ما حنا نجيبه لبار تيما مثل إنجيل الأسبوع الماضي وقت للمخلع جابوه أربعة لعند يسوع وما قدر يجي. طب اليوم هيدا الأعمى ليه ما حدا نجيبه لعند يسوع؟ فتخيل انه قضى وقت بأريحة يسوع، شفى كتار بأريحة يسوع وهو كان يتجه الى اورشليم، وفي حس شعر انه في كتير عميان. فحضور هيدا الاعمى على هامش الطريق وصرخته وحت عند يسوع قضية مهمة قبل ما يروح الى ساعة المقدرة انه رايح لها. قد أتت الساعة اللي فيها بده يتمجد، كان بعد بده يعمل شغلة وحدة، بده يقول لهم أنا رايح لأتمجد بس أنتوا عميان ما رح تفهموا اللي رايح أنا أعمله. مشان هيك كان لازم هيدي الأعجوبة تصير، كان لازم هيدا الأعمى يرجع له البصر تيقول لهم للي لحقينه عن عمى، لحقينه عن غبى، لحقينه لأنه والله هيدا شيء مهم. كان بده يفتح قلوبهم إلي، كان بده يرجع يفتح بصيرتهم تيشيروا يشوفوا. طالعين على أورشليم تتشوفوا شو؟ رايحين على هيدي الحقيقة حتى تشوفوا شو؟ إنسان معذب معلق على خشبة وتقولوا إنه ملعون كل من علق على خشبة. كان مفترض إنه يكون في شخص اسمه بارتيما الأعمى واللي قاعد على هامش الطريق بعد ما وصلت له النعمة، وهونيك تلمسوا نعمة الشفاء. جمع غفير، ناس كتار قاعدين حوله ويمكن أو بيعرفوه كتير منيح، شحاد أعمى بيزعجهم. فجالس على جانب الطريق لمن سمع هالأعمى أنه يسوع الناصري مارق وعبر، إلي عبر مشي، بدأ يصرخ ويقول يا ابن داود ارحمني. من هالمنطلق لي أنا بدي أتركك أنت كمان تسأل بهيدا الإطار. أنا بقول نعم الأعمى عرف شو بده وعرف خلاص نفسه، ولكن اللي كانوا ماشيين ملتصقين بيسوع مرات، وبتعرف مين ملتصقين بيسوع؟ أنا وأنت وكتار من نعتبر حالنا نحن جوا ملتصقين بيسوع مرات، ماشيين معه الدرب ويمكن ضربنا العمى.
يعني إذا بدنا هيك ننقل هيدا الشيء لواقعنا أبونا، وأنا ما بحب أعمم، وحضرتك يعني أشرت يمكن أنا وياك نكون كمان بمطرح من مطارح عميان. بتعرف شغلي أبونا، امبارح كنت عم بقول الصبح، أوقات كتير بتسمع قداس بيمرق الكلام، كلام جميل، كلام حلو، الأفكار حلوة، بس لما بتكون عايش هيك حالة معينة وبتحس إنه بدك عزاء، بدك خلاص، بصير تفهم كل كلمة كلمتها. يعني اليوم بتحس يعني وكأن كل المراحل هي لقلنا، من وقت ما بنخلق لوقت ما نروح، كيف ما برمنا بنلاقي شيء بيعزينا. طيب اليوم امام جهلنا اذا بدك، او امام عمينا، وكنت سالتك هيدا السؤال من 3 اسابيع، يا ترى نحن بدنا ثوره؟ من هو القائد بتتذكر اللي بده يردنا لهيدا الطريق ويرجع يجيب الخراف الضاله ونمشي للنبع الوحيد اللي بيكون هو خلاصنا؟ اليوم ابونا معلي، انطلاقا مني كمان، انا يعني ما بميز حالي عن العالم، انطلاقا مني اليوم نحن اهل ان نمشي مع يسوع درب الصليب، من بعد ما قلنا له شعنا وسعف النخيل ويا لطيف ومبسوطين وضوينا شموع ولبسنا ثياب جديده، نحن اهل لنمشي معه درب الصليب ونحتفل بالقيامه من بعد يعني انتصاره على الموت. لي بسؤالك في عدة أسئلة حلوين. أول شيء، هل نحن بحاجة إلى ثورة؟ نحن بحاجة إلى شباب، 3 نقط. نحن بحاجة إلى جماعة، نحن بحاجة إلى قاضي، نحن بحاجة إلى أصدقاء، نحن بحاجة إلى ناس مبصرين. وقت اللي بتوصل القصة أنه نشوف أشخاص مهمشين، وبتعرف قديش في مهمشين اليوم بالعالم أجمع، قديش في ناس حقيقة ضربتهم القلة وضربتهم النفوخ العظمي، وقديش في ناس صاروا على قارعة الطريق خرجوا. نحن بحاجة أولا لنصرخ. إيه؟ الصرخة هي تعبير عن وجع، أنت عم بيعصر قلبك بتصرخه، بتقول يا ابن داود ارحمني. علمنا اليوم بحاجة لهالصرخة، صرخة قلب، صرخة اللي انت دفنته بقلبك واللي انت بعدك عم تسكت عليه، حاسس جوا في بركان بدك تفضي. شو بتفضي؟ شو بتقول؟ يا ابن داود ارحمني. 2، نحن بحاجة اكيد هيدي ثورة انك تصرخ وجعك. 2، انت بحاجة للاشخاص اللي كانت عم بتذلك وقت اللي كانت عم تنتهرك، وقت مثل ما بيقول النص كتار كانوا ينتهرون هذا الاعمى بارتيما ليسكت، مش وقتك، وقد ما صرخت مش رح يطلع من أمرك شيء. كان يزداد صراخا. نحن لمن صرخوا بوجنا، لمن علوا صواتهم علينا، علوا كعبهم علينا مثل ما عملوا على يسوع، سكتنا، غسلنا إيدينا مثل بيلاطس وقلنا ايه مزبوط، شو طالع بإيدنا، خلص خليها يا رب تجي بعينه. لا، اجت بعينه، صدنا 3/4 عور و3/4 عميان يمكن إذا مش أكتر. هون بدي يجي الدور. اللي كانوا عم ينتهرونا سكتوا بقى، ما بقى تعلوا صوتكن، ما في لزوم انكن تحكوا، ما حدا عم بيسمعكن، المجتمع الدولي كله غايب، المجتمع الدولي كله بحالة غيبوبة، او بدي سميه بحالة تواطؤ مثل ما عم نشوف اليوم حدنا بمجتمعنا بشرقنا. بدنا نسمع عن جد صرخة قلب وجع، وبدي اسمع صوت يسوع روح دهوله. أنا بسأل حالي وبسألك، قال لي ليه ما راح هو لعنده؟ ياما مرات راح لعند الناس وعمل اللي بده يعمله، هيدي طبيطة. لا، قال لهم أنتوا عم تنتهروا لهالزلمة تقولوا له سكوت؟ روحوا عيطوله، روحوا دهوله، مثل كأنه عم بيوعي الأبطال اللي كانوا جابوله المخلع، شو بكن؟ ليش هلا ما بدكم تجيبوا لي إياه؟ روحوا دهوله. كأنه عم بيقول للفريسيين وللقاضي روحوا هيدا ابنكم جبولي، عم بيصرخ يا ابن داود، هيدا بيرجم عليها. كيف تدعي انه عم انت بتعرف هويته لهالزلمة؟ عم تدعي، عم بتصرخ له يا ابن داود روحوا اندهولوا. وقت اللي راحوا تيندهولوا بكل بساطة، وهون الحلو، بيقولوا له كلمات حلوة نسمعها اليوم، إلي ثق، انهض، تشجع، قم، إنه يدعوك. عم بعمل أكسنت على هالكلمات لأنه أول شيء درب المجد
بده ثقة، أنا أثق أو لا أثق بأنه اللي عم بصرخ له قادر وعنده الشفاء؟ اثنين، انهض، خلص بقى، خلص بقى حالة شلل، حالة موت، رقاد، نوم، أريفة، أنت مشلول، قوم. المشلول مشي، تفضل، إذا هيدا الشلل اللي ضاربك قاعد وعم تشحد، خلص شحادي. اللي بدنا نقول لشعبنا بيكفي شحادي، انتو أدمغة، انتو القلب، انتو نبض الشرق، انتو حياة الشرق، بلكن الشرق ما بيقدر يقلع. صدقني إلي، أنا بعرف اليوم قديش في عنا خمير بهالشرق، المسيحيين خمير لازم يكونوا، قديش في، إذا كان يسوع نور العالم، المسيحيين لازم يكونوا أنتم نور العالم، أنتم ملح الأرض. لا تخفى مدينة على جبل ولا يوقد سراج ويوضع تحت المكيال بل على منارة. مشان هيك قديش مهم هالكلمات، ثق، انهض، إنه يدعوك. الله يدعوني أنا وياك إلي، الله يدعو القاضي، يدعو الحكام، الله بحب الناس، بحب الحياة، الله هو رب الحياة، جاء إلى هذا العالم ليعطينا الحياة بوفرة، تيعطينا مجده بوفرة. ليش نحن بعدنا مثل الزلحفة ببطء؟ ليش نحن مثل البزيقة هيك بالأرض وبعدنا وما عم نعرف ننطلق؟ لا نثق، ما بننهض، تشجع، قوموا. مشان هيك إجا يسوع تيقلنا هيدي الكلمات اليوم عم بسمعها، ولازم اسمعها بالإعلام كتير، لازم اسمعها من الإخوة، من الأصدقاء، من الأهل. وهون بيجي دور الأعمى، طرح رداءه، زت كل اللي كان بيعتبره ضمانة لإله، بيحميه من البرد، بيحميه من الأشياء، ممكن يكون مخدي، ممكن يحط فيه يمكن مقتنياته أو شوية الدراهم اللي بدها تجي، ترك كل شيء، اترك كل شيء واتبعني وأنا أكون لك نصيبا، اترك كل شيء، تعطى كل شيء، احمل الصليب، تعال تجد الراحة والهدوء، لن يخيب ظنك. تعال، طرح الأعمى رداءه ووثب. أنا بسأل حالي يا عمي كيف أعمى ووثب؟ طب نحن مبصرين ولا نثب، نجي هيك مثل اللي جاي على الكنيسة، ما تأخذني إلي، إجر لقدام، إجر لوراء، إرفان حياتي، تعبان، يأسان، بيجي يلا بعد عندي كذا شيء، وجبت بعد عندي كم مساج بدي أعملهم. يا خيي وثب، قوم بسرعة، الله يدعوني أن أثب، أنه كون مخوار، أنه نط، فز بقى، أنه غامر، أنه كون حقيقة إنسان، مثل ما بقوله باكس باني سبيد، إيه حط سبيد، هاي سبيد، وروح لعند يسوع، ويسوع رح يسألك إلي ماذا تريد أن أصنع لك، مش أن أفعل لك، أن أصنع. هي صناعة، مثل ما منقول طوبى لصانعي السلام، بدنا نقول طوبى لصانعي عمل الرب. ماذا تريد أن أصنع لك؟ ربوني يا معلم، ما جاي أشحد منك مصاري، بعرف إنه وراك في كتير ناس عايشين وهيئتك مقتدر، لا، أنا بعرف شو بدي أطلب منك، أنت الوحيد، لأنك ابن داود، لأنك ابن الإنسان، لأنك ابن الله، بتقدر تعطيني شفاء النظر. وهون كان يقولوا هيدي تتميم للنبوءات بالعهد القديم، إنه المسيح رح يعطي العميان البصر. فإذا أنتوا ناطرين بعد حدا يعطي البصر للعميان، يعني وقت ما بقى فيه، ما في تاريخ بال 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 بالعين، ما في شبكة، ما في، تيجي تقول له بدي أعطيك البصر، أنت الله، أنت منك إنسان حكيم، الحكيم ما بيقدر يعطي البصر إلا إذا كان عن جد عنده سكيلز إلهية. من هالمنطلق هوني بيقول له ربوني أن أبصر، فقال له يسوع تعرف شو، اذهب، إيمانك خلصك. وشو عمل بالنص؟ مشى معه الطريق، لا بده غسيل ولا بده شيء إليه. هيداك نص آخر اللي انت ذكرته، نص حلو كتير منشوفه بجيزوس اوف نازرت. نعم، صارت وقت اللي بركة سلوام وتحركت وبعدين قال لهم أنا أبصر، هيدا مشى معه الطريق ودخل معه إلى أورشليم. هون منقول نعم، إنجيل محفز. تحضروا يا أهلنا، يا أترابنا، يا أولادنا، يا شبابنا، أنتوا اليوم عايشين حالة عمى، يمكن مش عارفين شو ناطركم، مش عارفين المجد اللي ناطركم. إذا بتسمحوا
تشجعوا، ثقوا، انهضوا، إنه يدعوكم. شو حلو هالكلام. أبونا يعني أحد الجاي رح نشارك بأحد الشعانين. قديه مهم الكلام اليوم اللي عم بتقوله، والحمد لله يعني قبل بأسبوع يعني معنا 7 أيام نفكر فيهم، فلما نروح نحضر القداس ونعمل الزياح، برأيك قادرين نوفق بين أنه نخلي الأطفال مبسوطين مع شموعهم وتيابهم جداد وعلى كتاف أهاليهم ومحبيهم، وقادرين نكون عن جد عم نفكر بمشوار يسوع قبل مرحلة الصلب، ولا العجقة والهيصة بتخدنا وما بعرف؟ أنا بدي أسميها الفرحة. يعني الفرحة تخدنا، معليش معليش، اللي يخلي الفرحة تخدنا، خلي قلوبنا تمشي مرات هيك عن مثل ما بيقولوا على العمياني. شو حلو قلبك بيقودك، هيدا الأعمى قلبه أخذ يعني لعند يسوع. يعني بكرة قلوبنا اللي بدها تخدنا يعني تمشينا. بس اللي عم تقوله كتير حلو، بريح، لأن أوقات نحن بنمشي بزيحات إنه هيك بنبقى مبسوطين مع بعضنا عم نتصور، يعني نحن عايشين فرح الرب من دون ما نعرف، من دون ما نكون عم نقصد يمكن. صح. أنا بدي أقول بتبع يسوع، ليك مش بالصدفة إجت الكلمة، أنا ماشي وراك على العمياني. شو يعني على العمياني؟ يعني أنا صوتك قادر ميزه، وصوتك بيقودني. هيدا الأعمى وقت الوسب، أنا سألت حالي وعم بسألك وبسأل المشاهدين، إلى أين وسب؟ شو الدايركشن اللي بده ياخذها؟ بأي اتجاه؟ بأي اتجاه وسب دقات قلبه روحه، الروح القدس يقودنا. مشان هيك مرات أنا بقول للرب، يا رب أنا بدي أمشي وراك على العمياني، بدي أمشي وراك مثل ما مشي وراك الأعمى، بدي صوتك يخدني، بدي وهجك يخدني، بدي أنت تقودني، بدي روحك القدوس يعصف فيي يحتلني ويقودني. مشان هيك أنا بقول حلو كتير وقت اللي كان في ظلام، اللي قال الله ليكن نور فكان نور. أول شيء كان النور، هيدا النور إذا دفق بانخاعاتنا، بقلوبنا، بعيوننا، بحياتنا، قادر إنه يخليك أنت تمشي وتقول للشباب، لأولادك، يلا قوموا يا شباب بدنا نروح، قادر يقودنا إلى عن جد أمجاد كبيرة. اللي قال أنا نور العالم جيرنا إياها يا إليتا، يقلنا أنتم نور العالم. أشعيا لمن بيقول حينئذ تتفتح عيون العميان ويطفر الأعرج كالأيل، بصف ينط مثل الأيل الغزال، ويترنم لسان الأبكم. يترنم مش بس بتأتئ، أنا أرضى يا رب السبل، أشرق بنور معرفتك في قلوبنا، في عيوننا، فرحنا بلقاء وجهك. إلي نحن قدام حالي من الذهول الفرح، أنا بتطلع بإنسان بعرفه إذا بحبني أو بيكرهني من نظرته بعيونه. خليني أتطلع بهالنيرتين، الشمس والقمر، مثل ما بنطلع بنقول الشمس لحكم النهار والقمر لحكم الليل. خليني اطلع بعيونك الي وافهم انه انت عن جد بعيونك في براءه، في طيبه، في نقى. سيروا في النور ما دام لكم النور، امنوا بالنور لتصيروا ابناء النور. اذا ما بدنا نامن كارثه الي. النور اجا تيدفق فينا، تيعطيني فرح باللي عم شوفه. ليش الاعمى ترنم؟ ليش الاعمى هيك صار عنده نشوة إذا بدك من بعد؟ لأنه صار مبصرا، صار عم بيشوف، صار عم بيقدر يميز، صار عم بيقدر يقشع، صار عم بيقدر يحلل. مشان هيك أنا اليوم أحذر لي، ربنا بيقول أشعيا كمان مش أنا، أعمى عيون كتير من الناس، غلظ قلوبهم، أغلظ قلوبهم لئلا يبصروا بعيونهم ويشعروا بقلوبهم ويرجعوا إلى الله فيشفيهم الله. يا عمي طب ليش؟ ليه ما بدك ترجع لله؟ ليه ما بدك تحطني قدام الله؟ ليه ما بدك تصلي لله وتعرضني وتقوله لربنا يا ربي أنا حاكم اليوم، أنا قائد اليوم، شعبك، أولادك بحاجة لإلك، كلنا سوا بدنا نتضامن يا إلي. هون بتجي بالليتورجيا المارونية شغلة بحبها كتير، من نور الملكوت املأ قلبنا يا رب، قلوبنا فاضية، قلوبنا تمسحت، قلوبنا نشفت، قلوبنا عصيت، قلوبنا فيها كمخة من ما بعرف شو بدي سميهم، حقد، ضغينة، غضب، هبل، قد ما بدك.
بعضنا لليوم بنتناقش كاثوليك لاتين ارثوذكس ما بعرف مين ماروني، بعضنا لليوم عيدنا لا عيدكم، صومنا لا صومكم مزبوط، ما معكم حق. خلص بيكفي بقى، بيكفي فجور، خلص اجى الوقت لنبصر تنشوف انه في عنا رب، عنا خالق، عنا آية اسمها آية خلاص بالرب يسوع. جي اجعل على العالم ليبصر الذين لا يبصرون ويعمى الذين يبصرون. يا صديقي يا إلي، الله اجى تينور هالكون، فليش الكون وسيد هالكون، ليش سيد هالكون اللي هو الانسان شحاد؟ شو عم نشحد؟ برطيمة عنده لعنة كانت مش انه اعمى، كان انه شحاد. شعبنا مبصر الا انه ما زال بحالة شحادة. يشحذ الكرامة وعزة النفس، يشحذ الهوية، يشحذ انه البكرة، مش معقول، يشحذ الحنان، يشحذ يحيي الوطن، يشحذ الاستقلال. ليه عم نشحد؟ هيدا حق، عم نشحد حق، عم نشهد حقنا بالعيش الكريم بوطن حر سيد مستقل، وبعدنا على هامش الطريق. الناس عم تمرق وما حدا سئلان، ينتهروننا، بيضحكوا علينا، الأجانب عم بيضحكوا علينا، العالم والدول بتضحك علينا، عم بتخرصنا بكسكتو، انتو عندكم حكام بتسوى لعنة. ليه؟ الجمع صار طرح، ينتهروننا لنسكت، لأنه مش نحنا لازم نعيط، حكامنا لازم يعيطوا، روحوا شوفوا عندكم 6 7 10. طب ليه رح نضلنا هيك؟ جيبولي الأعمى، جيبوا له الأعمى. شو كان بده يقول له؟ شو بدك يا ابني؟ قل لي شو بدك يا رب. لك بدنا بيوت، بدنا كذا. أنا أريد خلاص، أنا بدي يا رب احمل لك المكرسحين، العميان اللي عن جد منبوزين، المطروحين، الغيبين عن السماع، اللي عايشين بحالة كدر، حالة قرف، حالة موت. بدي أقول لك يا رب ارحمني يا ابن داود، ارحمني يعني ولدني من جديد. بدي اسمع منك يا رب تشجع، قم، انا ادعوك، خلص قوم من ادم. وينك بالجنة ادم؟ وينك؟ انا وبدي اقعد اتخبى؟ ادم وينك؟ ها انا زي يا رب، تكلم يا رب. بدي اوصل لهيدي النتائج يا إلي، اذا ما رح نوصل لهالنتائج ما بدنا نوصل لصناعة البكرة والحلم والايمان والكنيسة. نحن بحالة موت، جيبون ده هو. طيب جينا وشو بدك؟ والله مش عارفين، بدنا نشوف حكامنا شو بدهم. لا يا خيي، أن نبصر، بدنا وطن، صح، بدي صح. بكرة بدي لأولادي حلم، بدي كون، أنا أريد أن أكون. To be or not to be، أطلب أولا ملكوت الله وبره وكل شيء تزدادونه. أنا عم بطلب مجدك يا رب، ومجدك بدي يكون على الأرض، لحتى وقت اللي بصلي يا رب ليأتي ملكوتك كون عن جد عم بحس بملكوتك، مش عم بحس إنه أرضي صارت جهنم، أرضي صارت ملجأ المشيل، ما عندهم هوية، ما عندهم بكرة. لا، أنا أطلب ملكوتك يا رب، بدي إيه؟ أولا ملكوتك، بس بدي ملكوتك شوفه على أرضي، بدي شوفه بهويتي، بدي شوفه باسمي، بلون عيوني، بدي شوفه بإطلالتي. أنا هون يا إلي أريد أن أشفى، أريد أن يشفى وطني، أريد أن يشفى هذا الشرق، أريد أن تشفى الأراضي المقدسة من اللي عم بيصير فيها، من الوحول اللي أخدتها. نحن اليوم بحالة عمى مش طبيعي، فينا نطلب ونشحد، وفينا بالحقيقة نكون ما بعرف بحالة نشوة روحية. طلبنا وقد الله تمجد فينا، وبدأنا نبصر وننطلق في الطريق، نعم، إلى أورشليم، وإلى ما بعد أورشليم، وإلى ما بعد كمان الصليب اللي هو مجد القيامة، وخلصنا. هيدا المطلوب. أبونا بدي أختم معك بهلأ مسج وصل لي، هي هيك فكرة ختامة حبيته كرمال هيك رح أطرحه عليك. ونحن هلأ بزمن يعني المحبة، محبة الأم لأولادها، محبة الطبيعة لترجع تعطينا الدفى من بعد البرد والسقعة، ومحبة يسوع المسيح هي المحبة الأعظم بفدائه لنا بموته على الصليب وقيامته. بتقول بس تعرف قيمة البرد بتصير تعرف قيمة السقف، بس تعرف قيمة الجوع بتصير تعرف قيمة اللقمة، بس تعرف قيمة الحنان بتصير تعرف قيمة العيلة، وبس تعرف قيمة الحب بتصير تعرف قيمة الصلاة.
نحن لازم نحب لنعرف نصلي، ولا لازم نصلي لنعرف نحب يا أبونا؟ بدنا اثنين. اللي أنا ما بقى فيني هيك ميز بين الصلاة والحب، الصلاة فيها كتير حب والحب فيه كتير صلاة. أنا بدي أنهي لقائي معك اليوم اللي بشغلي بحبها كتير. هالأسبوع رح يكون أسبوع عظيم جدا. بدي أقول لكل اللي عم بيسمعونا، بدي أقول لكل حكامنا، بدي أقول لكل الإعلاميين، بدي أقول لكل إخوة الكهنة أساقي في مطار نبطاركة، بدي أقول لكل العالم اللي عم بيسمعونا هلأ، جاي عيد القديس يوسف، جاي عيد القديس، عيد أماتنا القديسين، وجاي عيد الطفل. الطفل اليوم بحالة موت، الأم اليوم ما بعرف شو بدي أقول عن ثكالة مثل المريم الحزينة، الأم الحزينة موت. خليني أقول لحتى أقول اللي عم بتقوله، نعم بدنا نعرف قيمة العيلة، قيمة العيلة المسيحية، قيمة العيلة الإعلامية، قيمة العيلة الإكليروس. بدي أعرف القيمة. القيمة هي مش قديش قيمة حتى أدفع، القيمة هي بأنه أطلع بأمي اليوم وإلا يمي مسحي هالدمعة من عينك. أنا بعتذر، وانت كمان اللي عم بتعيش هيدا الشيء، انا بدي اعتذر من امي اللي راحت من 8-9 سنين. بدي اقول لها على كل مره وقفت بوجهك، على كل مره حزنت قلبك، على كل مره جبت لك شيء يمكن هيك خرمش لك مشاعرك. بدي اقول لك كل امات العالم، انتو امات وبعرف قديش وجعكم كتير كبير اليوم، وقديش على يوسفي، على بكرانا، يلا غير. بس خلينا ننهي بهذا الشيء اللي العيد. لا لا، عيد اخر جمله كنت بدك تقول للامات، لان الكونكشن كانت عاطله ما سمعته، كنت عم تقول شيء حلو كتير، كنت بدك تقول للامات من بعد ما اعتذرنا عن اخطائنا بحقهم هن وعلى قيد الحياه، كنت عم تقول شيء كتير مهم وحلو بدي ارجع اسمعه. انا بدي اقول لاماتنا اليوم اللي بالحقيقه عطيونا كتير، ما تركوا شيء، ما عطونا اياه. بدي اقول لهم نعتذر على كل لحظه غضب او لحظه يمكن هيك ما حبيتيها يمي، لانه بالحقيقه انت بتبقي القيمه المطلقه اللي خليناها مخزوقه، خليناها مرات تعبانه حزينه مثل امي الحزينه، خليناها مرات تكون تعبانه عم بتجرب انها توفر لنا حياه افضل ما قدرت. بعرف قديش في امات مكسورين بقلوبهم، قديش في حنان كانوا عم بيدخوه، قديش كان في جروحات. يا ريت ربنا اليوم خاصة اللي صاروا بسألي وكلنا نطلب الغفران من كل أم عنفناها، من كل لحظة كنا واقفين بوجة وقفة عن جهية، وقفة فيها هيك ما بعرف شو. بدي أقول لأمي، بدي أقول لأماتنا اللي عيد مبارك عليكم، بدي أقول للعائلة مار يوسف والعذراء والطفل، أنتوا القيمة المطلقة اللي عم تفتش عليها زمننا، عم بفتش عليها وعم بفتش عليها الخليقة والبشرية، وعم بفتش عنا الله، وكمان بدي أقول إلي عم بفتش عنا الشيطان تيدمره. فتنبهوا هيدا الأسبوع، احموه، سيجوه، صلوا، عشقوا أسبوع المريم والطفل يسوع وكلنا بيات أمات وأطفال. وتحية لقلبك ولقلب أمك اللي عم تسمعك. أحد مبارك أبونا، شكرا لك، ذكرنا بصلاتك قديسك على الساعة 11 بتوقيت عمان، شكرا لأطلالتك معنا، منشوفك الأحد اللي جاي إذا وقتك بيسمح لك، لأن بيكون في عنا أحد الشعانين منسى نحن وياك مع البروديوسر شاديا ظاهر. أما هلأ رح نروح إلى فاصل إعلاني، اللقاء الأخير بيجمعنا مع ثريا الساحلة وطبعا عبر تطبيق زوم، وحوالي الساعة 10:30 رح نكمل نحن وياكم النشاط اللي بدأوا التيار الوطني الحر لمناسبة ذكرى 14 أدار بنقل مباشر عبر شاشتنا، فخليكن برفقتنا بريك قصير، نرتاح شوي، ناخد نفس، نرجع منقلع بمقابلة جديدة.